أشهد أن محمد رسول الله. يا معود، مو اللي هسه تصليها، هسه هو أذن، بعد انتظر. أنت شعلك بالرجال، عوفه خليه يذكر الله. إيه هو مو يصير واحد يأخر فرض على الفرض الثاني. إيه صحيح يصير، بس أنت قاعد بالبيت وما عندك شغل وماكو ظروف مانعك عن هذا الأمر، لازم أنت تقوم تصلي، لأنه الصلاة بوقتها بيها ثواب أكثر. يعني هسه الثواب وقف على الصلاة، وهذا الرجال زين ويساعد الناس وما يأذي أحد، لو بس بالصلاة هو الثواب. لازم صلاة، الواجبات كلهن صحيحة ومفروضة، بس من يكمل صلاته بوقتها راح يزداد عمله ويزداد ثوابه. ومن يقول هذا الكلام صحيح؟ هو المهم يساعد الناس وهي عم بيها ثواب، مو إلا بالصلاة. الواجبات موجودة ومفروضة وأكو مستحبات، بس من عوف الواجبات عقوبتها أكثر، فلازم أني ألتزم وأزيد من حسناتي مو أقللهن وامسحهن. ومع ذلك تعال نسمع رأي أصحاب الاختصاص حتى يصير عندك دليل أقوى. الروايات الشريفة في ذلك أكدت على أهمية الصلاة، هذه الصلاة اللي هي عمود الدين، هذه الصلاة اللي يكون الإنسان المؤمن بينه وبين ربه، الإنسان المؤمن اللي يكون عنده أوقات وساعات معينة ليختلي مع ربه ويعترف إليه بذنوبه وبمعاصيه ويتوجه لله سبحانه وتعالى. يمكن بعض الأحيان واحد يقول، يقول أنا ماكو داعي أصلي، ليش؟ أنا حباب، خوش ولد، طيب، أساعد الآخرين، ما عندي أذية على واحد، فماكو داعي أصلي، ماكو داعي أصوم. إلى القضية، القضية شوفوا، هو قاعد يقول أنا خوش ولد، أنا حباب، أنا طيب. هو الحباب الطيب متى يكون حباب طيب؟ حباب طيب إذا كان ملتزما. شوفوا جزء من التزاماته، يعني خلينا أطفد مثال عرفي. اليوم أنت تشتغل يم واحد عامل، تشتغل يم شخص تدير له أعمال، وتقول والله أني أطيع فلان وأقدم له خدمة، ولكن أنت في نفس الوقت تؤذي من جانب آخر. وين الخدمة اللي أنت تقدمها؟ يمكن بعض الأحيان أنت تأذي بطريقة تقول لا أنا مقدم له خدمة معينة في مقابل ذلك. القضية لا كما تريد، القضية كما يريد الله سبحانه وتعالى. ما دام أنا عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، أنا مو خالق نفسي، ولذا الالتزام بالصلاة يعطي جانبا روحيا ويعطي استقرارا نفسيا لذلك الإنسان، لأنه فد أمر معنوي موجود، أمر روحي في هذه الصلاة. أنت من يشوف نفسك تصلي في نفس الوقت فد أمر تكويني من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا ما عندنا فد محرار معين حتى نقيسها ونبينها، لأنه ما خاض على الأمر الحسي، مو الأمر التجريبي، هي مو قضية أنه علاج معين ونشوف مدى تأثيره، هذا أمر معنوي. كل من التزم بصلاته يحس بذلك، عملية اطمئنان واستقرار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا أمر تكويني. إذا شوف نفسك أنه ما مستقر نفسيا، أنت متأذي من وضع ما، من مشاكل، من مصايب، حاول أنه تصلي لربك، راح تحس بعد ذلك نوعا من الاستقرار والراحة النفسية، وهذا يجده كل من جرب ذلك. هسه عرفت، وصلت الفكرة، ولو أنت تعرفها بس تحرفها. ايه فهمت فهمت، بس اجي غير يوم وخليه يتأخر الصلاة. ما تقدر ان شاء الله. ثانيا الله سبحانه وتعالى اعرف بخلقه، مرات المؤمن عنده ظروف، مريض، عنده حاجة، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقدر يساعده ويقدر ظرفه، بس المهم ما يستهين بالواجبات ويلتزم بالصلاة. على كل، يلا خلينا نصلي. لا 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 ما صلي، لا لا لا.